قبل لتسع سنوات من اليوم أولمبيك ريبكا يعتمد في تشكيله الرسمي على محمد أمين البرقادي، عمر السربوت، أسامة المسكوري، عبدنبي الحراري، يوسف أوغادي، جواد اليمين، رشيد تبركانيين، إبراهيم باكاوكو، إبراهيم لارغو، سمينيون جوف وإبراهيم البزغولي، عميد النادي، عميد الفريق في مباراة اليوم. نعود للميدان، نعود لرقعة الخضراء لملعب الفوسفات في مدينة خريبكا. ممتاز جدا، كان بالإمكان أن يكون الهدف الأول، كان بالإمكان أن يكون الهدف الأول عبر راسية سمينيون جوف. اللاعب السنغالي في أول اختبار الدقيقة الثانية من المباراة كان بالإمكان أن تمنح الهدف الأول بلمسة من إبراهيم لارغو، كاد أن ينهيها في المرمى السنغالي مينيون ديوف القادم من الدوري الكندي. إبراهيم لارغو يبحث عن مينيون ديوف، يظل المفضل التمرير لرشيد تبركانيين، إبراهيم البزغولي، رشيد تبركانيين تضيع الفرصة، وبأي طريقة تضيع فرصة العمر لرشيد تبركانيين لكي يعمر هنا في فريبكا في منافسات كأس العرش. كرة تضيع بغرابة، قام بعمل كبير رشيد تبركانيين، ما هذا طريق العبور إبراهيم البزغولي، والنهاية لم تكن كما كان متوقعا وكما كان يتمنى المناصر الوفي لنادي أولمبيك ريبكا. الجيش الملكي ضيع بدوره فرصة بلوغ مرمى أولمبيك ريبكا بعد تدخل محمد أمين البرقادي، أسامة المسكوري نحو عمر السربوت، عمر السربوت، كرة ممتازة لإبراهيم البزغولي، إبراهيم البزغولي لإبراهيم لارغو، كرة تسدد ممتازة جدا، تدخل الحارس أناس زميتي، اختبار جيد أوغادي للطرف الأيسر، إبراهيم لارغو، إبراهيم لارغو لرفيق رامس، إبراهيم البزغولي، معا ضاق من كأس البطولات والألقاب رفقة هذا النادي. مشات كرة من جديد، إبراهيم لارغو، مينيون جو تضيع الفرصة بعد تدخل دفاع الجيش الملكي أولمبيك ريبكا. عبدا بالحراري اتجاه مامانو سيدي بي، سيدي بي، الحكم يقول ضربة جزاء لمصلحة أولمبيك ريبكا، ضربة جزاء لمصلحة أولمبيك ريبكا بعد إسقاط إبراهيم البزغولي من سميرة زكرومي. باعتبار بوابة نحو دوري أوروبي، مامادو سيدي بي، أناس زنيتي سيدي بي، من سيتفوق؟ كرة تسدد وضائعة، تألق حارس المرمى أناس زنيتي أمام المالي مامادو سيدي بي.